السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، تبارك الله عليكم، ساعة مباركة، صلاة تكونوا بخير وعلى خير، ليلة مباركة للجميع. أحييكم كل واحد باسمه مع حفظ الألقاب والمقامات، تبارك الله عليكم. هذا اللايف أو هذا المباشر، هذه الليلة هذه لمتابعة ما يحدث عالميا، خاصة فيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا وتداعيات هذا الهجوم على توازن القوى في هذا العالم هذا، ثم كذلك يعني مدى جدية ما يسمى في العلاقات الدولية ب يعني بتوازن الرعب. الآن هل دخلنا إلى مرحلة جديدة في إعادة رسم خريطة العالم، أو إعادة رسم ما يسمى جيوبوليتيكس؟ هذه كلها أسئلة تطرح اليوم، ولا ندري إلى أين يسير هذا العالم. واش هاد يعني التدخل الروسي في أوكرانيا، هل كان له ما قبله وسيكون له ما بعده؟ هل فعلا هاد التدخل هذا سيكون له تأثير على مستوى العلاقات الدولية وعلى مستقبل أوروبا، خاصة أوروبا الشرقية والوسطى؟ ما الذي يعني تريده روسيا من التدخل؟ كيف ستجيب يعني أوروبا الغربية، خاصة الاتحاد الأوروبي، على هد تدخل موقف يعني كما يقال موقف الصين من هد تدخل هذا، موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى العظمى من هد تدخل، الموقف ديال يعني القوى الصاعدة وعلى رأسها كوريا الجنوبية واليابان، ثم بعض الدول الأخرى وتركيا. هل تستطيع تركيا أن تقوم مقام دركي آسيا الوسطى أو آسيا الصغرى؟ هذه كلها أسئلة تطرح. ثم ألا يمكن أن نتحدث عن أن التاريخ يعيد نفسه؟ ألا يمكن أن نقول بأنه صراع صيني أمريكي ولكن بأداة روسية أوكرانية؟ كل أحداث تتوالى تباعا، والعالم يعني يتفرج. واش نقول، نقدر نقول لك يتفرج، ام ان العالم خاصة هذه الدول المعنية بالامر لها مصالح وتريد ان تدافع عن مصالحها وتنتظر الوقت المناسب للخروج والدفاع عن هذه المصالح مباشرة؟ إذن كل اسئلة تطرح اليوم، وأنا لا أملك لها جوابا شافيا كافيا، ولكن كملاحظ وكمتتبع لما يحدث، أكاد أجزم أن قيصر روسيا يريد إعادة أمجاد روسيا، وأكاد أجزم كذلك أن أوروبا قد ضعفت وأنها لا تستطيع مواجهته، أو ليس لديها من الأدوات لمواجهته. هذه أمور واضحة للعيان اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية أظن أنها مع حلفاء ديالها في الناتو، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أنها يعني تعلمت الدرس، سواء من الحرب الخليج الأولى والثانية
أو من حرب أفغانستان، ولا تريد أن تدخل نفسها مأزق آخر من الحرب التي لا تعنيها، لأن بحقيقة لا تعنيها كثيرا بقدر ما يعنيها يعني تواجد استراتيجي ديالها في أوروبا. فلذلك اليوم نحن يعني نعيش واحد الوضع استثنائي في العالم. اليوم حسب آخر ما وصلني من أخبار، حيث كنت في واحد اجتماع قبيلة في واحد عبر الزوم مع UNHCR اللي هي وكالة الغوث اللاجئين، وكالة اللاجئين تابعة للأمم المتحدة، التي تتحدث اليوم عن نزوح 500,000 نازح اللي خرجت الآن، خرجت البولونيا لبولندا، وخرجت المجموعة ديال الدول المجاورة، وقد يزيد هذا العدد ليصبح يعني ليتجاوز 4 مليون ديال النازحين. واش هاد النزوح نيت، واش كانت فيه الديمقراطية ولا ما كانتش فيه الديمقراطية، هذيك حوايج اخرين. هناك الجانب مثلا الحكومة النيجيرية تقدمت تقدمت بواحد الاعتراض للأمم المتحدة حول هذا الموضوع هذا، وتتقول بأن المواطنين ديالها تعامل معهم بعنصرية كبيرة جدا. هذا النيجيريين، وما أدرك ما النيجيريين، أو يعني المواطنين ديال نيجيريا المتواجدين في المنطقة. لكن هذا الشيء كل شيء كيبقى تكهنات، وتبقى عبارة عن ارتسامات، ولكن الواقع حقيقة لا يعلمه إلا الله. أنا شخصيا تواصلت مع بعض الإخوان في المتواجدين في كييف، أتواصل معهم تقريبا يوميا لكي أطمئن عليهم، لأن هذا واجب باش نطمئنوا على الإخوة ديالنا المغاربة، الطلبة ديالنا اللي كاينين تمايا. ففعلا هما الحالة النفسية ديالهم، باش ما نكذبوش على بعضياتنا، الحالة النفسية ديالهم ليست على ما يرام، ولكن كنحاولوا نشجعوهم وندعيوا لهم الله سبحانه وتعالى ان 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 يلهمهم الصواب ويحفظهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. لكن كما ذكرت هناك تساؤلات كثيرة حول هذا الوضع اليوم الذي قد يؤدي الى تغيير موازين القوى في هذه المنطقة، خاصة انها منطقة حساسة جدا. ما تنسوش بان هذه المناطق هي التي اشتعلت فيها فتيل الحرب العالمية الاولى والثانية، وهذه المنطقة مجاورة لمنطقة يعني عاشت فسادا كبيرا، عاشت ظلما كبيرا اصاب المسلمين فيها، خاصة المنطقة ديال البوسنة والهرسيك والصرب. وكما ذكر في واحد تدوينة الآن، الصرب الآن ينتظرون فوز إعلان فوز روسيا باش يعيدوا الكرة مرة أخرى، داكشي اللي وقع في التسعينات من تذبيحين وتشريد لمسلمي البوسنة. فلذلك هذه القضية مهمة جدا، يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. المسألة أخرى اللي مازال ما توضحتش الصورة ديالها عندي وما زلت أشك فيها اليوم، هو الموقف ديال الصين. واش فعلا الصين هي مؤيدة لروسيا كما يظهر، أم أنها عندها موقف آخر؟ لأن القوتين الكبيرتين الآن في المنطقة هي الصين وتركيا. شنا هو المخرج من الأزمة بالنسبة للصينيين وبالنسبة للأتراك، خاصة أن الأتراك يعني عندهم واحد الكونترول ديال المضايق، واش غادي يقدروا يعني يمنعوا
البوارج الروسية من المرور، إلى فعلوا ذلك شنا هو التداعيات ديالو على العلاقة الروسية التركية، خاصة التواجد الروسي في سوريا فإنه قد يكون مهدد مباشر للأطراف كذلك. ثم الاتفاق الاستراتيجي بين الغير المعلن كما ذكرت زمان بين روسيا وتركيا وإيران والصين حول إعادة تقسيم النفوذ في المنطقة، واش غادي يبقى ولا ما يبقاش. فإذن أنا لا أدري، أنا هذه الأسئلة كلها الإخوان باش ما نقولش لكم أنا راني جو سويزان استراتيجيست وكنفهم في هذا الشيء، كل شيء شي ما فيهش كنفهم، هذا الشيء فيه كتلاحظ كتشوف شنو واقع. واش الولايات المتحدة الأمريكية الظاهر الآن أنها تخلت عن 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 أوكرانيا، هذا الظاهر حيت إلا شتيها ك ك ك كخريطة عالمية كتقول ودي هاد الناس هادو راه سمحوا، واش فعلا سمحوا فيها؟ إلا كان الأمر كذلك، فلماذا يطلب بايدن الآن اليوم طالب من الكونغرس لجنة الدفاع أنه تعطي 6 مليار ديال الدولار، 6 مليار ديال الدولار مخصصة فقط لحرب روسيا وأوكرانيا. دعوة بايدن للشركات الأمريكية المزودة للسلاح باش تزود أوكرانيا بالسلاح، هذا قد يرد على من يقول بأن أمريكا قد رفعت يدها عن هذه المنطقة هذه، أم أنها تريد أن 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 تكون هناك حرب بالوكالة. قد تكون حرب بالوكالة الآن، لأن أوروبا الغربية كلها الآن ضعيفة لا تستطيع فعل شيء، خاصة ألمانيا وفرنسا، راه كل ما داكشي اللي كيقولوا الفرنساويين غير الفم محلول وصافي، لا يستطيعون فعل شيء. ألمانيا لا تريد أن تدخل هذه الحرب، باش نكونوا واضحين، ألمانيا تعلمت من الحرب الأولى والثانية، والألمانيا اليوم تعاني من عجز كبير فيما يخص السكينة، فيما يخص النمو السكاني، راه وصلت الصفر، يعني لا بيراميد أو الهرم السكاني عندها راه إلى الأنفير، فلا تستطيع أن تقول بأنها يعني غتدخل هذه الحرب بأي ثمن، ما يمكنش تدخل هذه الحرب بالثمن. وقد هنا قد يستغرب البعض مما أقوله، ولكن هذا الشخص يكون عنده واحد الفهم، أنا أقول قد يعني ألمانيا قد تجر أوروبا إلى تفاهمات مع روسيا ولو أن تضحي بأوكرانيا. ثم المسألة ديال التواجد الروسي الآن داخل الأراضي الأوكرانية إلى متى؟ واش هاد الشيء ما غاديش يؤدي إلى ظهور حرب عصابات داخل الشوارع الأوكرانية؟ لأن المعركة ممكن تكسبها في الجو، ممكن تكسبها يعني كما يقال بصواريخ إلى غير ذلك، ولكن على الأرض راه صعيب، خاصة أن اليوم نعيش مرحلة أخرى من الـ من الـ من الـ من الـ من الحرب. اليوم ما بقاش الحرب التقليدية، ما بقاتش حرب ديال الصواريخ والعابرة القارات وداكشي ديال الأرض وأرجا والدرة إلى غير ذلك، بل أصبحت الآن الحرب حرب يعني سيبر، يعني أصبحت حرب غير ما كنا نعلمه ونعرفه من قبل. وهذه القضية هذه الصينيين والأمريكيين عندهم اليد الطولة فيها. واش ستضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى دخول هذه الحرب عبر السيبر أو سايبر كما تقولوا؟ هل سيتم الاتفاق مع الصين
حول إعادة توزيع النفوذ في المنطقة ومن ثم ضرب روسيا. أنا هذه كلها أسئلة أنا لا أملك الجواب. هادشي كلشي كان أنا احتمالات، لأن ملي كتكون عند الحرب كتكون عندك حرب خص تكون عندك احتمالات واجدة، كلشي كتحطها. فلذلك أنا لا أدري الآن ما يسمى بالنفطة أو التحالف الأمريكي المكسيكي الكندي يدعو روسيا إلى الخروج من أوكرانيا بدون شروط مسبقة. هناك من يقول بأن بوتين يعني قابل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس الأوكراني في الحدود مع بيلاروسيا، ولكن إلى قبل يعني أش من شروط باش غادي يقبل. هادشي كلشي الإخوان راه كنحطوه الآن. ثم هذاك الكلام الكثير الذي قيل حول ما يسمى بالحصار الاقتصادي المالي الذي سيمارس على روسيا، واش غادي تكون عنده تداعيات ديالو ولا لا؟ اليوم الروبل الروسي وصل الى الحضيض، نزل واحد نزلة خايبة. فكل هذه الامور راه كنشوفوها اليوم. هذه الحرب مستمرة، ولكن الحرب راه ما عندهاش غير أداة وحدة، عندها أدوات كثيرة جدا. ثم سويفت الذي نتكلم عليه اليوم وكيقولوا بأن الأبناك الروسية يعني تمنع من استعمال هذا السويفت اللي هو في بلجيكا. انتم تتعرفوا السويفت هو داك سيتان سيستم دي شونج انتر بانكير في العالم. الى وقفات اذا مع لا دولار ولا اورو ولا فرنك سويسري غيدخلوا ولا يخرجوا ولا ممكن دير لي شونج ديالو، حتى الحوالات ولا التحويلات لن تتم. واش هادشي غادي يكون عنده تاثير مثلا على الاقتصاد الروسي وعلى مثلا على القضيه ديال الغاز الروسي؟ ثم واش هاد الغاز الروسي فعلا الى تبلوكا، واش غادي يكون عنده تاثير حول الحياه اليوميه الاوروبيين ولا لا؟ الم تدفع، وهادشي غيدخلنا لواحد الهضره اخرى، من الذي جعل يعني الرئيس الجزائري مثلا كيمشي كيجري لقطر؟ واش قطر الا تلعب دور الشرطي ولا دور الرسول ديال الولايات المتحده الامريكيه للضغط على الجزائر باش يعني تعوض الغاز الروسي؟ الا بغات تعوض الجزائر الغاز الروسي، واش عندها الامكانيات بلا ما ترجع لهذاك يعني اش كيسميوه الانبوب المغاربي اللي كيمر على المغرب؟ على ان تجد يعني واش ما غاديش توجد مثلا الجزائر نفسها مضطرة الى فتح هاد يعني الى ضخ الغاز عبر المغرب الى اسبانيا، ومن ثم غادي تمرمد عاوتاني جزائر النفط ديالها في الارض، رغم انها كانت النهار اللي تقول لك انا ما غندير والو وانا ما يمكنش نقبل بالمغرب وانا هادي. واضطر اليوم تحت ضغط الامريكيين، لان الامريكيين هما الذين يحكمون العالم ماشي الجزائر ولا قطر. الذي يحكم العالم اليوم بعد الله سبحانه وتعالى هما الامريكيين، الذين يمررون الخرائط الاستراتيجيه ديال العالم هما الامريكيين ماشي شي واحد اخر. فليس واش هذا الضغط هذا على الجزائر واش ما غاديش يخلق واحد انسرتان زيزاني في داخل شمال افريقيا؟ هادي كلهم. ثم الا يمكن اعاده الاعتبار لذاك التحالف او ما يسمى ماشي التحالف سميها كاع الاتفاق المصري التركي حول الغاز؟ واش ما يمكنش يزيد شويه باش يتعطى من خلاله اليونان او لا من مصر مثلا الى اليونان او لا الى ايطاليا باش نعوضوا الخسائر ديال روسيا؟ هذه كلها
انا اش بغيت نقول هنا، هذه كلها تداعيات ديال واحد الحرب قائمه الان. ولكن 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 نحن لا ندري الى اين تسير الامور، باش ما يكذبش عليك شي واحد، راه لي تينك تانك ومراكز البحوث الاستراتيجيه هنايا، والمراكز ديال 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 القياده العسكريه هنا الامريكيه، راه ما عارفاش فين غادي هادشي، حتى واحد ما عارف. كاين سايبر 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 وور خدامه، كاين شي حاجه مورا 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 الستار خدامين بها. نعم كاين هادشي، ماشي ما كاينش كما قلت لكم، راه خرجت من اجتماع قبيله وفهمت منه هاد الامور هادي، وكان واحد الاجتماع يوم الجمعه كذلك، وكان واحد باش تعرفوا هادو راه خدامين 24 ساعه على 24 ساعه ملي كتكون الازمه. كاين واحد خليه ازمه الان خدامه السبت والحد، وكون هناك تواصل مع القيادات العسكريه، قياده البحريه، الاسطول السادس الامريكي، ثم الاساطير الاخرى، راه كاين التواصل معاهم، ثم كاين التواصل عبر الاقمار الصناعيه، كيشوفوا شنو غادي يديروا باش يوقفوا هذه الحرب، لان ولاو دابا خايفين. الاداره الامريكيه خايفه من ماشي من حرب داخل مع اوكرانيا، بل اكثر من ذلك قد تصير حروب اخرى، وهذه ممكن غادي تعطي ان اكزومبل لواحد القوى الاخرى التي يمكن تتحرك، وهذا ليس في صالح الولايات المتحده الامريكيه، وما بغاش امريكا الان. ف واش التفاهمات اليوم مع من غادي تكون؟ مع من غتكون التفاهمات؟ واش غتكون مع الصين؟ قد يكون، انا تنقول من الناس اللي يقولوا ودي قد تكون التفاهمات مع الصين من اجل ردع روسيا، لانه واخا عندهم النيكليير وما عرفش عندهم، راه ما كما تيقولوا المغاربه ديالنا ولي الشاغروم. اذا اعاده تقسيم او اعاده رسم الخريطه ديال المنطقه الان ماشي مع روسيا، حيث روسيا دابا داك الشيء تيقول لك لاريير كما تسمى لاريير بلون، لا ولا الباكيارد كما، ولا الحديقه الخلفيه ديال روسيا معروفه. الحديقه الخلفيه ديال روسيا راه فيها بولونيا وفيها كاع دوك اللي كانوا في الاتحاد السوفيتي، مزيان. ولكن واش هل ستكتفي روسيا بهذا الشيء؟ ام انها ستطالب بامور اخرى؟ خاصه انها متواجده الان في سوريا، ومتواجده في ليبيا، وتريد ان تتواجد اكثر في البحر الابيض المتوسط. بل هناك من كيمشي بعيد تيقول لك اودي انها تريد القيصر ديال روسيا الان، باغي يتواجد حتى في المحيط الهادي عبر اتفاقيات ما بين دول اخرى، ثم المحيط الهندي، لا الاتفاقيات المبرمه مع الهندي لا غير ذلك. هادشي كلشي كيلعب واحد الدور ديالو. ولكن هل العالم اليوم مستعد انه، حيت السؤال اللي كيتطرح، واش العالم مستعد لخوض حرب اخرى عالميه ثالثه؟ انا لا اظن. ربما هذوك الشعبويين والناس اللي ما فاهمين والو، مساك ما عمرو ما قرا استراتيجيات، ما عمرو ما قرا شي علاقات الدوليه، ما توازن الرعب، ما عمرو ما قرا هادشي، كيقول لك راه حرب عالميه ثالثه، ما حرب يا قوى كتصفي حسابها بيناتها. ولكن كيفاش غتصفي حسابها بيناتها؟ واش بالحرب يعني اركايك، الحرب القديمه اللي كانت كنعرفوها بالدبابه الطائره، ما بقاش داك الشيء، داك الشيء اصبح متجاوز اليوم. صباح اليوم 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 تكورك على بطون، كتحبس السيبر، كتحبس كاع الخدمات عبر الانترنت، تحبس باباها كاع، الضخ ديال البترول ما يكونش، الضخ ديال الغاز ما يبقى. كما حدث من قبل مع 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 الاتراك والايرانيين في واحد الفتره من الفترات، وتدخل الامريكي، او ما يسمى بالحرب ديال 12 ساعه. كانت ديك الساعه حصل واحد الحدث في الخليج العربي، وتدخلت الولايات المتحده الامريكيه باتفاق مع لو سوزونتوندو كما يقولوا مع الاتراك، وغادي تدوز القضيه، لان الايرانيين كانوا ضربوا بعض المصالح بالمصالح الامريكيه في الخليج وحبسوا هذيك. فاردت يعني الولايات المتحده الامريكيه ان ترد الطائره بطائرين، ودخلت اتفاق مع 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 الاتراك. ولكن هادشي ما كيبانش في الواجهه، راه كيبان غير اللور.
اذا اللي فاهمين استراتيجيات كيفاش كتخدم راه غادي يفهموا شنو الواقع دابا الان في المنطقه ديال 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 اوروبا الوسطى واوروبا واوروبا الشرقيه. لكن الظاهر اليوم اللي لا غبار عليه ان اوروبا ضعيفه. هذا هو اللي ظاهر اليوم. الظاهر اليوم ان اليونيو اوروبيا او الاتحاد الاوروبي ضعيف جدا، لا يستطيع حتى الدفاع عن نفسه، ما عندوش. ها فرنسا عندها مثلا النيوكليير، كيفاش غتخدموا؟ ما عمرها غتخدموا. اقتصاد متدهور مدقدق. المانيا بنفسها لا تستطيع الدخول في حرب الان، ما قدرش تدخل الحرب اليوم. هذه المانيا وما ادراك ما التي تقود اوروبا لا تستطيع الدخول في هذه الحرب هذه. ثم عندك انجلترا يلاه خرجت من البريكسيت، ما عندهاش، منهكه. الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، غابت عنها الشمس وغاب عليها حتى القمر اليوم، ما عندها والو. إذا كيبقاو القوى العظمى معروفين الآن في العالم. عندك الولايات المتحدة الأمريكية، وعندك القيصر الروسي، وعندك الصين، وعندك ما يسمى النمور ديال 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 ديال, ديال, ديال آسيا، اللي كيستقدوا شوية بشوية، وعلى رأسهم مثلا تركيا وغيرها من. ولكن هل تركيا تستطيع الدخول في حرب؟ لا تستطيع الدخول في حرب تركيا، باش نكونوا واضحين. تركيا لا تستطيع أن تساهم في أي حرب اليوم، لأن حتى رغم كل ما يقال عنها أن اقتصاديا وصلت 10% إلى غير ذلك، لكن عندها واحد الجار اللي ماشي جار، عندها بزاف ديال الجيران هما، عندها قضية الأكراد، وعندها القضية ديال السوريين كذلك، النزوح السوريين، وعندها سوريا اللي مرتهلة الآن. ما واخا تبغي تلعب داك الدور ديال ان هي قوة اقليمية، نعم قوة اقليمية، ولكن هل تستطيع ان تؤدي فاتورة الحرب؟ لا تستطيع. اذا من يستطيع اليوم الدخول بحرب؟ وما كاينش حتى شي دولة ما قادرة تدخل الحرب. الولايات المتحدة الامريكية خرجت من حرب العراق الاولى وحرب العراق الثانية منهكة، ملايير تقريبا واحد تري ولا 4 ديال تريليون دولار باش خرجت منها، وخرجت منها بفقدان ازيد من 10,000 جندي الى غير ذلك، ما بغاتش تعاود هذيك الكره مرات اخرى. الصين لا تستطيع الدخول في حرب، لان من طبيعتها ان ما كتدخلش في حرب، وهي راه عندها المشكل ديال تايوان باقي محطوط عندها، وعندها المشكل ديال 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 المسلمين، 84 مليون مسلم اللي كاينين في الصين، هادو كلهم حتى هما قد يطالبون غدا باستقلال ذاتي ديالهم. اذا هذا الشيء كيبقى غير تشاش، كيضربوا بعضياتهم واستعراض للعضلات. لكن الدرس المهم اللي خصنا هذا الشيء كلشي خصنا نربطوه بالواقع ديالنا كذلك، وما نعولوا على حتى واحد، حيت 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 منذ 2006 والولايات المتحدة الأمريكية والغرب يدفعوا أوكرانيا وكينفخ فيها، ها هما اليوم دخلت يعني دخلت روسيا، ولا من يحرك ساكنا، ولا من يحرك ساكنا، لان في اخر المطاف الولايات المتحده الامريكيه ما تبحثوا عنه، ماشي الولايات المتحده، اللوبي العسكري، اللوبي ديال 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 العسكر اللي كاين هنايا، هو الذي يبحث عن بيع السلاح فقط، شاش كيقلبوا. فلذلك ترى اليوم بايدن ملي كيطلب 6 مليار ديال الدولار كم باش تعطى له من الميزانيه، طلبها من الكونغرس اليوم من خصم لجنه الدفاع، راه عارف علاش طالبها. فلذلك لا يجب علينا كمغاربه كمسلمين وكعرب وكسما كما بغيتي الا نعول على الاخر، يجب ان لا نعول على اي كان. المخطط الاستراتيجي ديالنا خصنا نبنيو حنا، وما نبنيوش على شي حد اخر. ما يجيش شي واحد اليوم يقول لي غنعول على الامريكان ولا غنعول على اسرائيل، ما تعول حتى واحد، تعول على راسك. يجب ان تعول على نفسك اليوم، وان يكون لديك بعض الاستقلال في الامن الغذائي ديالك، والامن الصحي ديالك خصو يكون ديالك، خصو يكون عندك الامن الصحي ديالك والامن الغذائي ديالك. والا اليوم راه العالم كله يرتعش، خاصه الدول المتخلفه بحالنا حنايا ترتعش اليوم، لان كاين اللي عندها 13 15 20 30. مصر الان معول على القمح
يعني القمح ديال 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 اوكرانيا والمغرب كذلك والجزائر وتونس وليبيا معوني على القمح، بينما عندهم اراضي خصبه باش 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 يعني يكون عندهم واحد الاكتفاء ذاتي من القمح. وهذا الشيء اليوم نعيشوا تداعيات ديال اليوم، ولعل وعسى قد يكون في هذه الحرب واحد يعني قد يكون، انا لا اقول بان انا لا اعلم الغيب، الغيب عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نستقرئ الاحداث اليوم، حنا كنستقرئوا الاحداث، ولكن نتمنى على الله ان يكون لنا درس باش نعاودوا يعني اسمح لي يا اخوان. ف يعني ممكن هاد الحرب هذه الا هذا الله الناس ديالنا حنايا ناخذوا منها واحد العبره، العبره اننا يجب ان نبني اوطاننا بايدينا والا نعول اي اخر. اذا كانت اوكرانيا اليوم، وهذا النداء كنوجه لي من امه الامر، اذا كانت اوكرانيا اليوم أوكرانيا لا يمكن ان تعول على اوروبا الغربيه اللي عندها نفس الدين نفس النفذه ديال الامور، لا يمكن تعول عليها اليوم، فما بالك وبنا حنا. فهذا اشكال استاذ، خصنا نردوا ليه البال، خصنا نردوا ليه البال مزيان ونفهموه. ما يحدث اليوم في اوكرانيا قد يحدث في اي بقعه من بقاع العالم، ماشي غير تحديد اوكرانيا، لا لا، كل شيء قوى العظمى هكذا تتحرك في العالم. راه قلت لكم يعني الباحه الخلفيه او الساحه الخلفيه لروسيا هي هذه المناطق هذه، ونتفق معها او نختلف ماشي مشكل، لكن ما الذي نستخلصه نحن اليوم؟ لان بحال شي شطرنج كيلعبوا بعضياتهم. لان انا ما زلت اشك الى اليوم، والله كنت واحد مع شي اخوان واحد المتخصصين قبيله كنتكلموا في هذا الموضوع نيت، وفعلا واش ماشي يعني تفاهمات صينيه امريكيه التي تحصل اليوم؟ قد يكون، وتدفع روسيا الى هد الى هد الى هد الى هد الى هد 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 المخطط الجهنمي هذا، ثم تنزل بعد ذلك يعني، لان انتم تتعرفوا المصالح مشتركه ومتبادله بين الصين والولايات المتحده الامريكيه، رغم كل ما يقال بان الصين وقد تدخل في حرب مع امريكا، وهذه الهضره كلها خاويه. الصين لن تدخل في حرب مع امريكا، وامريكا لن تدخل في الصين مع الصين في حرب، باش نكون فاهمين، لان كل واحد شد الاخر. امريكا عندها اكبر سوق عالمي للمنتوجات ديالها، لا الصين عندها اكبر سوق عالمي للمنتوجات ديالها وامريكا، وبالنسبه لامريكا اكبر بلد اللي كيشتري الدولار ديالو وعنده ديون وشاري ليه الديون هي الصين. اذا ما تقدرش تحرك، اشنو غدير امريكا؟ اش غدير امريكا؟ غتضغط على الصين تقول لها نسد لك المارشي ديالك؟ سد المارشي ديالك يعني الصين غتلوح الدولار اللي عندها السوق العالمي ما بقاش هو تريال، هما مقادين، ولا داك البون ديالها ديال 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 الديون وهما تقادوا. فلذلك الامور احيانا كتبان في السطح، كتبان لك راه سهله، ولكن ملي كتدخل داخل راه ماشي سهله. فنرجو الله سبحانه وتعالى باش يحد الباس، وان روسيا تعقل وتخرج من باقل الاضرار، لان الذي قلته انا اخشى ان يكون القيصر ديال روسيا ما فهمش الدرس ديال افغانستان، حيت رغم الاختلاف لان الافغانيين ماشي هما الاوكرانيين، الاوكرانيين راه يبيعك رخيص، شكون واضحين، الاوكراني يبيعك رخيص، افغاني لا، افغانستان كانت مقاومه الى غير ذلك، وانا ارجو الله باش لان الى مشات تدخلات الجيوش البر راه غتولي حرب عصابات، حرب الشوارع، وحرب الشوارع ما يقدر عليها حتى شي قوه عسكريه، ما تقدر عليها، ما يمكنش، ما تقدرش عليها،
غادي تولي الدميات وتولي تولي الملايين ديال البشر النزوح ديال الملايين البشر اوروبا الغربيه اوروبا الغربيه اقتصاديه اليوم اقتصاديه اليوم 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 اقتصاديا اوروبا الغربيه لا تستطيع تحمل اكثر ديال 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 الرفيجي ما تقدرش لا تستطيع اقتصاديا لا تستطيع حتى الولايات المتحده ما تستطيعش هما اليوم كما قلت لكم كيضربوا الحساب اليوم راه وصلوا 550 الف نازح راه ممكن يوصلوا خلال الايام المقبله ولا خلال 15 يوم ولا 20 يوم 4 د 8 5 د 8 ديال النازحين فين غيمشيو والبلدان جوار كلها بلدان ضعيفه ماشي شي بلدان قويه لا بولوني راكم عارفين لا بولوني كيدير لا هونغري راه كنعرفو كيدير مولدوفيا راكم عارفين كيدايره هادو كلهم دول ضعيفه اقتصادها لا يستطيع الهيئات ديال الامم المتحده اللي عندها اللي عندها لي فون باش باش دير هادشي ما بقاش عندها لي فون ما بقاش عندها لوين السيار ما بقاش عندها لي فون باش السيار تراسها ولات كتجري على عباد الله اذا انا لا ادري فلذلك انا ارجو باش غن يعني نفهموا شويه شنو واقع لان الذي لا يفهم واللي ما قاريش مزيان العلاقات الدوليه وما قاريش مزيان الصراع الدولي كيف يتم بين الشرق والغرب راه غادي يقول لك اودي لا راه روسيا مزيانه وخصد لا ما مزيانش ليها حتى روسيا ما مزيانش ليها الروبل اليوم الروبل لان بزاف ديال الدراري داخلين مساكن هنا ما فاهمين والو كاين دابا اللي فاهم كيقول لك انت تتحامل ضد روسيا ما تدور روسيا اودي ما كتحامل ضد واحد انا كنتحامل ضد راسي الروبل وصل الى ادنى مستوى اليوم الروبل وصل الى ادنى مستوى اليوم كاينه واحد لاسفيكسي جينيرال في البنك يعني ما قدرتش مازال تمشي تهز الكاش باش تحبس انت تولي دونز ان نيلو كيما كيسميو راه مصيبه راه ما يمكنش الى متى ستستمر والايام بيننا انت ما تشوفوا اذا كان بوتين قد قبل اليوم بانه ولا البارح في العشيه ربي قبل بان يلتقي مع الرئيس الاوكراني في عند الحدود في بيلاروسيا فهذه راه رساله واضحه تتعني ما تعنيه ولكن الايام بيننا هي التي يمكن ان تحدد المصير ديال هذه المنطقه هذه ولكن باش نتكلموا على الحرب العالميه الثالثه هضره خاويه داكشي القوى الكبرى عارف كيفاش كتلعب لي كارت ديالها كتخرج لي كارتا بكارتا لكن المهم عندنا اليوم اللي خصنا نبنيو عليه هو ان اوروبا لا يعول عليها راه قلتها شحال هادي وباقي نعاودها وجاب الله هادشي باش ياكد لي داكشي اللي كنقول اودي راه اوروبا لا يعول عليها ابدا لا يعول على امريكا ولا على اوروبا ولا على اي قوه ولكن تعول على نفسك على قدراتك الذاتيه التي تبنيها وتبنيها بالعلم وتبنيها باقتصاد قوي وتبنيها باكتفاء ذاتي ويكون عندك امن روحي امن غذائي امن هوياتي ديالك غير ذلك فلا يمكن باش نبقاو نزيدوا على بعضياتنا في هذه الامور هذه ونطلبوا الله السلامه لنا ولهم ولكن كاين قضيه اخرى ما نسواش عاوتاني استاذ انا راه لا انسى ما قامت به اوكرانيا الجيوش الاوكرانيه في العراق باش نتفاهموا راه ما قامت به الجيوش الاوكرانيه في العراق جريمه ضد الانسانيه يتم تذبيح الاطفال رجعوا للحرب ديال العراق راه كما تدين وتدان اليوم استاذ ولكن ما بغيناهاش اليوم مع ذلك ما بغيناهاش اليوم لكن التاريخ لا ينسى ما فعلته امريكا والدول الحلف اللي هجمت على العراق وضربات ضربات المكسبات الكبار ديال 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 ديال, ديال, ديال العراق عمليه تلويت الفرات ودجله اللي اصبح اليوم الماء ديالو ملوث وصبحنا اليوم كيتولدوا مساكن الاطفال كيتولدوا بالاعاقات راه ساهموا في هذا الشيء استاذ ما نساوش
وما ربك بظلام العبيد. هادشي ها كنذكروا به وكنذكروا الموقف كذلك ديال 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 الاوكرانيه من القضيه الفلسطينيه، الداعمين للاستيطان. غير هادشي ما تنساوش استاذ، السياسه هي هادي. ثم الغريب في الامر اليوم الشيشان، وما ادرك ما الشيشان. شحال حنا تنقولوا اللهم انصر الشيشان، اللهم انصر الشيشان، اللهم انصر. ها الشيشان اليوم خارجين مع الروس كيضربوا في الاوكرانيين كيطحنوهم. والقوات البريه اللي حسب ما وصلني من اخبار ان القوات البريه التي ستدخل اوكرانيا كلها من الشيشان. هذه السياسه لله الامر من قبل ومن بعد. فلذلك نسال الله سبحانه وتعالى باش يدير شي تاول الخير. ولكن هذه الامور هذه ما خصناش نساوها، نساوها وخص 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 دائما نحطوها امام اعيننا. نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفقكم، واعتذر لان طولت عليكم شويه اليوم. فهذه فقط بعض الامور التي ارتأيت ان اتقاسم معكم. وما قلته وما أقوله ليس وحي منزل، إنما هو فقط عبارة عن تحليل بسيط جدا. أنا لست لا بخبير ولا باحث ولا أي شيء، واحد كيتابع كنتابع الأمور عن قرب وكنحاول ما أمكن نفهمها. لذلك هادشي راه لا يمكن التنبؤ بما سيحصل غدا، لأننا اليوم كنعيشوا في واحد المرحلة للساعة اللي السنة باليوم بالشهر والشهر بالأسبوع والأسبوع باليوم واليوم بالساعة والساعة بالكرم شطيعين، فهمتي؟ فلذلك خصنا نحاول ما أمكن نفهمه، والا ما نبقاوش غير تابعين النفار، لان الحق حق ان يتبع وليس الرجال. الرجال يموتون، لكن حنا اليوم خصنا الا كان شي خلاصات خصنا نستنجوها. راه كما قلت نعولوا على روسنا ونعولوا على الكفاءات ديالنا ونعولوا على الدوات ديالنا، الا نعول على اي كان. فاوكرانيا راه خير مثال لنا، جزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفقكم ويحد الباس، وأن يرد أولئك النازحين إلى بلادهم وأوطانهم سالمين غانمين. والطلبة ديالنا نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظهم تما ويبارك في عمرهم ويوصلهم لديورهم سالمين غانمين. لا تنساوهم الدعاء ديالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير، وإلى لقاء آخر بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.